لطالما كان اللاعب المحلي محط انتقادات كثيرة، فثارة بسبب المستويات المتذبذبة لا بالبطولات الخارجية ولا بالمنتخب، ثارة أخرى بسبب اختياراته المصيرية الغير مفهومة من اللي كيوصل وقت الاحتراف، مفضلا أموال الخليج على المجد ملاعب أوروبا حجة ضمان المستقبل وتحسين الوضع الاجتماعي، بعد ما كان العكس بالثمانينات والتسعينات كانوا أبناء البطولة يوازنون بين الرغبة في صعود السلم الاجتماعي والرياضي معا، حاجة اللي ما بقاتش دابا من غير بعض الفلاتات ولا نذكر واحدة منها الآن، وربما آخر واحدة الواحد من أبناء الشعب مشى درجة درجة باش يوصل للمبتغى ديالو ليصبح أغلى مدافع أوسط في تاريخ إفريقيا. نايف أقرد قنيطرة، المدينة اللي ما يمكنش تدوي على الكرة في المغرب بلا ما تجبدها، بحيث أنها عطات ومازال غتعطيها أسماء كبيرة في هذه الرياضة رغم ما تعيشه من أزمات حاليا. شكون غينسى الجيل الذهبي للثمانينات النجوم الكبار اللي حصدوا الأخضر واليابس؟ فوسط هذا الجيل كان اسم عائلي كيتردد أكثر من مرة، بحيث كانوا ثلاثة ديال الإخوة من عائلة أقرد يقتسمون قميص النادي القنيطري الغالي، مجيد، عبد الحق، ثم سعيد. هذا الأخير كان عنده شرف تسجيل أول هدف للاعب مغربي بالمسابقات العربية سنة 1984، وبعد 12 سنة بالضبط يوم 30 مارس 1996 يتزاد عنده ابن، فاختار ليه اسم نايف، الابن اللي ما كانوش عارفين انه غادي يكمل في داكشي اللي بداو ويخلي كنيه أقرد عايشة بالبطولة والمنتخب. وبدا نايف ملامسة الكرة بأزقة القنيطرة بالقرب من واتسمو رفقة ابناء الحي قبل ما يشوفوا منقبي النادي القنيطري، وقرروا ضموا الفئة الصغار بعد ما نجحوا في اقناع الوالدة اللي كانت رافضة الفكرة تماما، ولعب مع الكتاكيت بعدة بطولات مصغرة اخرها كانت بتمارة فين يشوفوا واحد من اهم الشخصيات اللي بصمات ميدان التعطية الرياضي بالكرة المغربية الحديثة، سيد ناصر لارقيط. في الحسن حظ نايف، ناصر كان في صدد التنقيب عن مواهب لإقحامه بأول فوز بأكاديمية محمد السادس اللي كان كيشغل فيها منصب المدير التقني آنذاك، وبدات مغامرته في التكوين وهو في سن صغيرة وجرب الاحتراف ولو نسبيا، بحيث انه كان كيقرا كيلعب وكيتربى بعيدا عن الاهل. فخلال مده اقامته بالاكاديميه كان نايف لاعب وسط قبل ما يدخل ناصر بالشوفه ديالو ورجعوا مدافع اوسط، لكن ماشي كلشي كان غادي مزيان، حيث انه البطل الصغير ديالنا كان عنده مشكل في النمو، الشيء اللي خلاه ما يتناداش عليه للمنتخب في الفئات السنيه ديالو في الوقت اللي كانوا صحابو كيمشيو يعيشوا التجربه، لكن صبر وعاد بسنانه فرصه تواجده باكاديميه كلشي كيحلم بالولوج ليها. كنت في الاكاديمي، اكاديمي محمد السادس، والجينيراسيون ديالي كانوا دراري زايدين عليا في النيفو فيزيك، كان عندي واحد الغوطار مورفولوجي، كانوا هما زايدين عليا تبارك الله كيبانوا صحاح، وانا كنت معطل في النمو ديالي، كانوا هما كيمشيو للمنتخب ديك الساعات الكادي الميني، المهم كانوا من الصغر ما كيمشيو وانا كنت الوحيد اللي ما كنمشيش، كنبقى بوحدي كنهبط نتريني مع الجينيراسيون اللي قل مني 97 98 و96 كاملين كانوا كيمشيو للمنتخب، وكنعقل هذيك هي اللي بدلات ليا زعما زادتني واحد الموتيفاسيون، قلت خصني نزيد نخدم وان شاء الله ملي غنحبس النمو ديالي فيزيكمون هذيك الساعه خصني يكون عندي شي حاجه اللي في التكنيك ولا شي حاجه اللي عندي باش انني نطور المستوى ديالي ونكون في شي مستوى زوين. بعد 5 سنوات من التكوين والتتبع المستمر داخل مختلف الفئات جاء وقت التخرج، بحالو بحال سائل المتدربين عند اكمالهم 18 سنة، تخرج اللي كيكون بتوقيع عقد احترافي سواء داخل الارض الوطن او خارجه. بعد تلقي العديد من العروض استقر اختياره على نادي فالونس الاسباني راجيا تحقيق حلمه في الاحتراف باوروبا، وكل شيء مشى مزيان حتى بقات يومين لموعد السفر فين كان نايف واجد قبل ما يجي اتصال مفاجئ مفادو انه النادي تنبيعو والاداره التقنيه تبدل كامله
خبرات اثر بشكل سلبي على اللاعب والمحيط الاسري ديالو، لكن سرعان ما تم تدارك الامر بعد ما دخل نادي الفتح بطلب رسمي لضم الموهبه. دابا نايف عوض ما يقطع الاف الكيلومترات، يكفي يقطع الضفه الاخرى من واد ابي رقراء باش يكمل في الحلم ديالو باللاعب في المستويات العاليه. والحسن حظه راجل المكان الصحيح، نادي بامكانيات مهمه وبنيه تحتيه رائعه بدون ضغط جماهيري كبير، والاهم انه جاب تزامن مع مدرب بعقليه اوروبيه كيامن بالشباب وعارف انه نايف داخل على مرحله جديده من التكوين للاعب بالقسم الاول كاي شاب حامل دبلوم، لكن ما كيعرف والو عن سوق الشغل. فبحال اي وافد جديد تم اقحام نايف بالفريق الرديف، حاجه اللي ما طولتش بزاف بعد ما اعجب الركراكي بمستواه في اول مقابله ينادى عليه للتدرب بالفريق الاول، ومره اخرى يتصدم الشاب الطموح بعد ما تصاب في اليد ديالو ليتاجل اشتراكه بالفريق الاول. الحمد لله لي زونطريمون كيدوزو مزيان، عندنا كل شويه حتى هو عندنا مصالح مزيانه وكنديروا داكشي اللي خصو يبدا في 2 نوفمبر 2014. يلعب نايف اول مقابلة مع الفريق الاول ضد نادي شباب الريف الحسيمي بعد ما قرر والدي راحة اللاعبين الكبار استعدادا لنهائي كأس العرش. فرصة هي جات ونايف واجد ليها، فخرج بماتش مقبول وتسنى لعدة دورات قبل ما تتم المنادات عليه مرة اخرى ويبدا والد في الاعتماد عليه، خصوصا بعد تسجيله اول هدف في مسيرته الاحترافية وضد من نادي الوداد الرياضي. مرمى عقيد كيتنفذ الخطأ وهدف، هدف ثالث، هدف ثالث لفائدة فريق الفتح الرباطي، مسجل هدف لاعب أكرد، اللاعب الشاب بصفوف فريق. وبدا الموسم الثاني بتطلعات جديدة وثقة أكبر، خصوصا بعد ما اختير أخيرا لتمثيل المنتخب الأولمبي بطولة تولون الفرنسية تحت قيادة المدرب بنبيشة وسط مجموعة أغلبها تكبر سنا، لكن النضج والثقة النايف خلاته يندمج وسطهم بسرعة ليعود للفتح ضامنا رسميته رفقة المدرب اللي آمن به وكان ديما وراه للدفاع عنه. فسالوا الموسم بالوصافة بكأس العرش بعد خسارة بضربات الحظ ضد أولمبيك خريبكا، لكن في صراعهم بالبطولة يكون سيناريو آخر، فوزهم بالدرع لأول مرة في تاريخ نادي العاصمة بعد صراع مثير ضد نادي الوداد الرياضي، حسموا وليدات الركراكي في فارق نقطة واحدة، ونايف كان من أبرز المساهمين. مقابلات قتالية كبيرة وما ننساوش هدف ضد اتحاد طنجة في الوقت بدل الضائع اللي بلا بيه ما كانوش يديو اللقب. ينفذ الركلية هنا الراسية، جول جول الثاني رباطي. افرح يا وليد، افرح يا وليد، البديل نايف أكرد يشعل المدرجات من جديد. يا نام النهاية، انه البطل يسير نحو اللقب. العاصمي يعود. أما دوليا، نايف أخيرا تمت دعوته للمنتخب الأول من ناخب إير فيرونار، الخوض مقابلة ودية ضد المنتخب الألباني، ما خرجهاش بالشكل المطلوب، شي اللي خلاه يغيب على لائحة الأسود لسنتين تقريبا، من غير استدعائه للمنتخب المحلي لخوض الشان، رفقة المدرب جمال السلامي، واللي سالوه كأبطال، مع نهاية موسم 2018. تأكد انتقاله لفرنسا مع نادي ديجون الممارس بالليغ 1. في بداية الأمر كان نايف يلا كيتقاتل مع الاندماج بوسط رياضي جديد عليه وتدارب من مستوى آخر، لكن يتزاد عليهم غرور المدرب اللي جاء مباشرة وقال له أنه ما غاديش يعتمد عليه نظرا للبنية ديالو، حيث كان كيبان ليه ما كاملش قبل ما يقرر المنادات عليه بالدورة الثالثة ضد نادي نيس. ونايف كان بالموعد ودار مقابلة في المستوى، وهدف كان مثابة انتقامه من المدرب أوليفر à la 67e minute par l'intermédiaire de Naïef Aguerre, le Marocain de 22 ans, arrivé au Mercato Estival en provenance de Rabat. Son premier match et son premier but en Ligue 1. كيف ما سبقنا وذكرنا أكرد جا المنافسة جديدة ذات مستوى عالي، شي اللي خلاه عرضة لعدة إصابات حالت بينه وبين الأساسية بالفريق، ليكتفي ب 13 مقابلة بالليغ 1 سجل فيها 3 أهداف ليدخل الموسم الموالي كأساسي في جل الدورات الأولى، مبينا ذكاء كروي عالي مغطي به على الجانب البدني واللي بدوره كان كيتنمى مع كل مقابلة قبل ما تجي الإصابة في الكاحل وتوقفه ولو مؤقتا. فغير مشات رجع للاعب 4 مقابلات قبل ما يجي الوباء ويسالي كل شيء، فكانت آخر مقابلة مع ديجون يوم 7 مارس 2020 ضد نادي تولوز، والحسن حظه سجل فيها. C'est très mal repoussé par la défense toulousaine. Le ballon traîne et revient sur Naïef Aguerd. 53e minute. Dijon reprend l'avantage et mène 2-1. Premier but de la saison pour Aguerd.
بعد إكمال 24 سنة كان لابد للمدافع المغربي البحث عن فرصة بفريق أكبر فين يقدر يبان أكثر ويدير مقابلات في رجله، خصوصا وأنه وصل قمة الجاهزية البدنية ورغم قلة مبارياته مع ديجون إلا أنه قدر يعجب الإدارة التقنية النادرين. سبق وسجل عليهم في موسمه الأول وقامهم عقد 4 سنوات قيمة 5 ملايين يورو، قيمة ما يمكنش يدفعها نادي فرنسي اللاعب إلا وغادي يكون أساسي. وداك الشي اللي كان أقدر يلعب أكثر من أي موسم قبل، بحيث شارك في عامه الأول 40 مقابلة، 35 بالليغ 1، وحده بكأس فرنسا، وربعه بمسابقة كان غير البارح كيتفرج فيها ورا تلفاز بسيط من منزل والديه، دوري أبطال أوروبا، بطولة الأندية الأعظم بالعالم. في موسمه الأول كان مثابة تذكرة رجوع لحضر المنتخب، وماشي كبديل، لا، حيث أصبح أساسي لا يناقش مع المدرب علي لوزيتش، في قلب الدفاع رفقة رومان سايز، يدخل موسمه الثاني مع ريال بنفس الريتم، وكان أساسي طيلة الموسم، مقابلات رائعة ضد أعتاد الفرق، خصوصا بي إس جي اللي جمع أحسن ما كاين في لاعبي الهجوم. زيد على ذلك مشاركة المشرفة مع المنتخب كأس إفريقيا، تعاقد مع صخرة الدفاع المنتخب المغربي، وكيف ما كيقولوا لا نار بدون دخان، يوصل الستارة لا إحدى أهم صفقات هذا الموسم، قدموا أقوى دوري بالعالم البريمير ليغ، فين تم إعلان تعاقد نايف أجر مع نادي ويسام يونايتد بمبلغ يفوق 30 مليون يورو ليصبح أغلى مدافع أوسط تاريخ القارة الإفريقية. صفقة ما جاتش غير هكاك، جات ورا مسيرة إلى دققتي فيها أتلاحظ أنه نايف طلعها دقة دقة بلا ما يستعجل بالوصول، فثق بي أنه الحاجة اللي كتجي بالزربة كتمشي بالزربة. كان معكم مروان، ما تنسوا تشاركوا في القناة وتبارطاجوا الفيديو مع صحابكم. تهلاو.